احنا مؤمنين بالجمله انه عندما تعمل المراه تنمو الاقتصاد. مشروعي انه باسم نساء قادرات، هدفنا انه نمكن النساء اللاجئين السوريين من الناحيه الاقتصاديه. مشروعي يكون من 5 دورات تدريبيه اللي هو الخياطه، حلويات، والتطريز، والكوافير، وفوتوغرافي، وفيديو ميكر. وبعد الدوره رح نعمل جوب سنتر، نفتح جوب سنتر لحتى نكون نقطه التواصل بين اصحاب العمل بمدينه سليمانيه والمشاركين مشتركين بالدوره، لحتى يقدروا يتعرفوا على بعض، او النساء يقدروا يقنعوهم ل يستلموا الوظيفة منهم. وبعدها نمول 3 مشاريع صغار بين النساء، 30 النساء اللي رح يشاركوا بالمشروع يكونوا مستثمرين، والنساء الآخرين يقدروا يستفيدوا منها.